تتميز جزيرة سقطرى مشاهدينا الكرام بالكثير من الأحياء البحرية والبرية النادرة، منها سلاحف حمص أو حمسة. سلاحف حمص مهددة بالانقراض والتي تتجه إلى شواطئ الجزيرة لوضع بيضها، وحينما يفقس البيض تتجه إلى البحر. يوجد في سقطرى 4 أنواع نادرة من السلاحف أو حمص، وهي السلحفاء ذات الرأس الكبير، والسلحفاء صقرية المنقار، والسلحفاء الخضراء، والسلحفاء الزيتونية. كلها مصطلحات علمية سموها بهذه الأسماء، بينما هذه السلاحف لها أسماء سقطرية. بالعموم، للمزيد عن سلاحف حمص دعونا نشاهد هذه المادة.